حركة عمل دؤوبة تعرفها مختلف مصالح مندوبية ولاية وهران للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث يسهر موظفوها على فرز القوائم الانتخابية للبلديات وخلية اتصال قائمة بذاتها خاصة بالتنسيق مع رؤساء المكاتب والمراكز، والبالغ عددها 296 مركزاً و2444 مكتباً. هنا نقوموا بطباعة القوائم التوقيعات الانتخابية. بعد ما نكملوا مع عملية الطباعة نتوجهوا لكل مركز تصويت، نتوجهوا له للبلدية تاعه، نعطوا البلدية باش تقوم بالمراقبة هذيك القوائم الانتخابية باللي كاع الاسماوات متواجدين، وتقوم تقطيع هذا المركز الانتخابي على حساب عدد المكاتب الانتخابية. نحن هنا على مستوى خلية الاتصال في اتصال مباشر بالخلية المكلفة بتحين عملية التأطير الإجمالي للمراكز والمكاتب. وبغية التسهيل والتسريع في التطبيق، اعتماد الرقمنة بإنشاء خلية إعلام آلي خاصة لاستخراج بطاقة الناخب. تنحصر مهامي في السهر على شبكة الاتصال والولوج إلى التطبيقات المركزية الخاصة بطبع بطاقة الناخب وقوائم التوقيعات. استعدادات حثيثة تجري على مستوى المندوبية التي تحصي هيئة الناخب فاقت 1.5 مليون مسجلا، هي على موعد لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل.